Fair Play. رجعنا من جديد في Fair Play مع ضيفنا اليوم السيد رضا المناعي رئيس البعثة التونسية المتوجهة لأولمبياد طوكيو 2021. رحب بك من جديد سيد رضا. أهلا بك، مرحبا بك. باهي وصلنا قبيلك على السؤال حاول اللي يسألوا فيه، قلت لك العباد الكل حول العالم شكون باش يهز الدراب إن شاء الله. إن شاء الله غدوة 5:30 تاع العشية اللجنة الأولمبية عاملة كونفرنس دو بريس عن طريق الفيديو كونفرنس مع كل الصحفيين والناس والمدير الفنيين تاع الجامعات والرياضيين اللي يحب يدخل الكل باش يتفرج في الكونفرنس دو بريس هذه. فيها برشا حاجات جديده باش نعملوا معنا تسليط الضوء على الوفد على اوقات التنقل تاعهم، وايضا باش نعلنوا على دو بور درابو، لانه سنه دو بور درابو على زوز، واحد ولد واحد طفل. هذه حاجه جديده في الالعاب الاولمبيه هذه. معناتها من فوق جاي، معناها مش نحن. لا هما قرار اللجنة الأولمبية الدولية عنده مدة، عنده عامين. اي يعطينا هذا سكوب، اعطينا على الاقل واحد منهم سكوت. ما نجمش نقول لك احنا عملنا ديكريتير وشركنا لجنة الرياضيين معنا باش تكون شريك، وهي اللي تختار ابريتو هو ماله الرياضي، هي لجنة الرياضيين معروفين حسبهم باش يكون بين الناس اللي هزت الميداليات، الناس اللي الكلاسمون تاعهم في العشرة الاولانيين، الناس سورتو اللي يكونوا موجودين في الفيلاج لو 24 لو 23 بلوتو. هو الاول نقطه هذه اونس جيب، فما يحكي على اونس جيب مش باش تكون موجوده في النهار الاولى. لا يظل مش تكون موجوده حسب المعلومات اللي عندي، مش باش تكون على حسب القرعه يظل لي تلعب لو 24 يظهر لي. فهمت، مازلت مش متاكد. مي فما قرعه تعمل ممكن الجامعه تاع التنس تعرف تنجم تلعب لو 24 كيما تنجم تلعب. هذا يسهل شويه تو فرجين، نجم يكون سامي الملولي معناها اقرب واحد ينجم يكون وسام الملولي 2016 كان هو. فما شكون اخر مرشح؟ اعطيني مجموعه من الاسامي المترشحين. فما كريم بن هنية، فما اسمه فارس الفرجاني، فما واحد من كره طاير نجم يكون. هذوما كل نجم يكونوا موجودين. وفي البنات عامر ايناس بوبكري، الناس كل تو تحكي في الموضوع راهم يجيبوا جديد. مروى العامري، نيال شيخ روحو، الناس البوبكري، اون جابر، ساره بسباس، نجم يكونوا من هذوما يعني. باهي معنا ضيف خلينا ناخذ رايه في الموضوع شكون نجم يكون، زميلنا الاعلامي توفيق قاسم. توفيق اهلا بك. اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله. نص ذكري نسمع في رضا يحكي على الوفد التونسي وعلى المشاركه، حبيت باش نصلح له معلومه برك قبيلي بالنسبه للملاكمه خلود الحليمي اللي مجهوله تحيه وتعتبر من ابرز الحدود للحضور نتاعنا باش تطلع فوق منصه التتويج. الان التصنيف نتاعها ثاني عالميا، وكانت في دوره صربيا في الشهر الاخر فازت على وصيفه بطل العالم. خلود الحليمي مولوده في 95، معناتها 31 سنه مش لعبه شابه. اما اول مره تشارك وعندها حضور من بين الرياضيين والرياضيات التوانسه اللي مش يكونوا في طوكيو. مفيد، موافقني على رياضيا. لا بالنسبه للرياضي موافق، انا معناتها عندي ترتيب نتاعي معناتها بالنسبه للرياضيين. احنا في الرياضيين تقبلي حكيت على ايه وساره قزقز اللي عمرهم 16 سنه، واحنا معناتها في التاريخ زوز ملعبيه برك معناتها شاركوا في الالعاب وما عمرهم 16 سنه، وسام ملولي عام 2000 والفا جني لعبت كرة الطاولة عام 2004. سارة قزقز ومعتها واختها آية معتها يلعبوا معتها في الأسرع عمرهم 16 سنة، لكن عندنا 11 لاعب وملاعبية عمرهم أقل من 20 سنة، عندنا 22 لاعب وملاعبية عمرهم أقل من 23 سنة، عندنا 29 لاعب وملاعبية عمرهم أقل من 25 سنة، والوفد التونسي هو أصغر وفد مشارك في تاريخ الألعاب الأولمبية منذ 1960. صحيح، هذا صحيح. ودار توفيق ترجع لكلامك وقلت آية وجزل ينجموا يعملوا أربعة وخمسة وستة ألعاب أولمبية، كي ترجع لأسامة الملولي كما كنت تفضلت وقلت اللي بدأ ب 16 سنة عاملها وستة ألعاب أولمبية، معناها هم ينجموا غدوة بسهولة ينجموا ستة أو خمسة ألعاب إن شاء الله. هذا نتمناه. إيه شنو رأيك في حكاية الدراب سي توفيق؟ شكون تشوف أنت؟ أنا ما تموقفي قلته في اجتماع في اللجنة الأولمبية وما زلت نواس عليه، لانه دخلت زاد المواقع نتاع لجان اولمبيه كبيره، امريكا، استراليا، فرنسا، المانيا، اليابان، بيدها كذا. فالملاعبيه اللي يلعب غدوه ما يهزش الدراب لانه يتعب.
لانه معناتها السيريموني ديفيرتور حفل افتتاح مش تدخل تمشي قبل بساعتين ولا ثلاث سوايع على الملعب صحيح لا صحيح مش تستنى الدور نتاعك واحنا تونس بالتي حرف التي معناتها ما وصلنا فريقنا الا بعد 170 ولا 180 دوله معناتها مش تقعد تستنى ساعتين اخرى وكذا وبعد تقعد في الملعب ساعتين اخرى معناتها سته ولا سبعه سوايع مش تعديهم في الملعب مش يكون التعب تاثيره معناتها على الناحيه البدنيه على اداء اللاعب من غدوه دونك الملاعب اللي مش يلعب غدوه ما يهزش البقيه ما عنديش مشكل هذا يا توفيق اتفقنا فيه في على مستوى اللجنه الاولمبيه انه اللي مش يلعب غدوه ما يدخلش في المعمعة هذه بالضبط باهي توفيق شنو رايك في اللي صاير اليوم في التحضيرات في حظوظ ملاعبين رياضيين ان شاء الله الاولمبياد هذا باهي رضا سما اسامي انا موافق لكن نزيد عليها سامي اخرى اول حاجه احنا في الوفد معناتها عندنا 34 لاعبي معناتها يلعبوا اول مره كلهم صغار عندنا 17 لاعبي فيه كما اسامه يلعب 6 مرات عندنا 3 يلعبوا 4 مرات نهال ومروة وإيناس وكذا على 5 يلعبوا 3 مرات على 8 يلعبوا مرتين معناتها هذول كلهم عندهم حلم يشتغلوا على مستوى التتويج عندهم الاكسبيريونس معناها هذون الكل لانه باش تلعب العاب اولمبيه مو سهل معناتها انا قريب ياسر من الرياضيين فالرياضيين معناتها وقت اللي يشاركوا اول مره ومعناتها وعندهم امكانيات كبيره باش معناتها باش يوصلوا ويعملوا ترتيب قليل نرعش وقت نشوفك معناتها ال 80,000 معناتها في الاستاد معناتها ولي نرعش ما عادش مش عايش انا باش نلعب وحدي ثلاثه من الناس في الجرادان يتفرجوا فهمني معناتها مو سهل بالنسبه لهم يعني الالعاب الاولمبيه بالنسبه لل 34 هذون اللي شاركوا اول مره بالنسبه لي معناتها نحطوهم في اولمبي دون لو بان يدخلوا في اجواء الاولمبياد نحضروهم ل 24 24 مازال 3 سنين مش برشا صحيح فهمني نحضروهم ل 24 والفريق انا بالنسبه لي الفريق نتاع 24 جاهز بنسبه 80% علاش؟ خاطر كما كنت نحكي عندنا 29 لاعب عندهم اقل من 25 سنه عندنا 11 من سلسله اواسط عندنا 22 لاعب عمرهم اقل من 23 سنه عندنا 12 لاعب فيهم كانوا معناتها شاركوا في الالعاب الاولمبيه للشباب وفيهم معناتها رياضيين اللي وصلوا وتحصلوا على ميداليات في الالعاب الاولمبيه للشباب كما خليل جندوبي في الكاراتيه كما نهى الهندوسي في رفع الاثقال كما ادم حمام في كره الطاوله معناتها هذولا هزوا ميداليات اولمبيه للشباب ويبداوا يحضروا اوراحهم بشويه في العاب باريس لازم ننتظروهم ونقولوا هذولا من حضورنا اللي مش يكونوا في العصر الاولين ولا مش يكونوا ينافسوا على ميداليات وما يلزم معناتها من توا مش كما عملنا معناتها بالنسبه للالعاب هذه احنا بعد ما وفات معناتها العاب ريو قلنا الرياضيين هذ اللي تحصلوا على مراتب ما طاحوش من الادوار الاولى معناتها نحضروهم ونتبعوهم يا اخي مع الاسف صارت القسامات بين الوزاره والاولمبيه وكل وزير يجي يدرس وكذا وجامعات وتا تا 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 احنا معناتها نقول لك حاجه غريبه معناتها احنا عندنا رياضيين ترشحوا مع 2019 بالالعاب الافريقيه الملعب الافريقيه ما تحذيرات معناتها حضروا في تونس معناتها حضروا فارغه ما فماش تحذيرات ما تذكروا تحذيرات الا تو صحيح إيه ماك تعرف توفيق راهي الامور صعبت عم ناولوا سنين يعني حتى الفرياجات صعبت والفلوس صعبت الامور صعبت على العالم كامل لكن احنا معناتها ما تبعناش المخطط اللي لازم نتبعوه رياضيين عبد السلام العيوني عبد السلام العيوني يقعد من اللي يهز ميداليه ذهبيه في معناتها اول مره في التاريخ تصير في الالعاب الافريقيه يقعد عام ونص ما يشاركش ماهوش معقول ودار شفنا ريزوتا في البطوله العربيه الاخيره في تونس بالضبط مش في البطوله العربيه حتى في المشاركه نتاعو الاخرى معناتها يعني معناتها صارت حوايج معناتها ما حقش تصير هو الحق يعني العاب القوى ضيعوا لنا شويه الحسابات راهي بون العاب القوى انا قلت انا معناتها عندي كنت راجع تو في اللي كتبته العاب اولمبيه في طوكيو توا عندي معناتها من الاول الموسم تقريبا عندي 150 يوم قبل العاب اولمبيه قلت هذولا اللي يمكنهم يترشح الالعاب اللي فيها العاب قوى قلت ثلاثه اربعه هما قالوا 10 انا قلت ثلاثه اربعه يعني نعرف شنو فما في العالم وشنو امكانيات الرياضيين نتاعنا فينالمون ثلاثه ترشحوا واضح يعطيك الصحه توفيق راهو قاموس في الحكايه اي اكيد معلومات ما شاء الله وشي شكل بالحاج تحيه لهم الزوز أيوة. ما شاء الله الزوز استانسوا بهم بالخبره نتاعهم اكيد مثل هذه المواعيد شكرا لك توفيق شكرا للقاء شكرا به حبيت نحكي شويه محاور مع عندنا برشا وقت سيفا لاكريتاسيون جينا شويه تفاعلات تاع اونج جابر حاضره
حاضرين صار فيها مشكل نتاع انس ولا حاجه هكا ولا لا لا ما عندها حتى مشكل عندها ليزاكريتاسيون نتاعها هي والمدرب نتاعها وال بريباراتور فيزيك بريباراتور فيزيك والكيني نتاعها موجود ب الوضع الصحي غادي سمعنا شويه تطورات بخصوص ارتفاع شويه الكورونا في اليابان وفهم شويه تضييقات وكلام اكثر من تونس ما نزورش اكثر من تونس فما خاطر كلام على عدم حضور الجماهير في الكومبيتيسيون شوف اللي نعرفه احنا انه كانت بدون جمهور توا مده 10 ايام فتحوا شويه للجماهير وما نتصورش كان تراجعوا في القرار هذا لانه سي ترميني كل يد شتخت ولكن نعرف اللي الوباء هذا راهو مهوش عندهم هو مش اكثر من احنا في تونس تو احنا سفري عندنا الوباء وما احناش قاعدين نحترموا في الاجراءات والشعب التونسي مستهتر وكذا وكذا لكن في اليابان ما يخليك حتى حد مستهتر انت بيدك تحشم على روحك باش ما تلبسش البافيت انت بيدك تحشم على روحك باش تقرب وتجتمع هم البلدان الاسيويه معروفين حتى عايشين يعيشوا بالبافيت في الجريب وحاجه يعيشوا بالبافيت انا نتصور اجراءات غادي تتم على احسن ما راهو بسيط نحكي شويه على موضوع يهمنا احنا كاعلام فما شويه تضييق على الصحفيين والمصورين ظهر لي كان تسعه تقريبا تم اعتمادهم بين صحفيين ومصورين ولا شوف كان تسعة لكن هذا اللي جاونا يعني فماش شكون جا وقلنا له لا احنا ولينا نقرقوا يا ودي جاو لكن الامور صعبت في اليابان تعرف غاليه برشا الفنادق غاليه معناها ولازمك تقيم كان في القريه الاولمبيه في فنادق معينه ولا فنادق معينه ما نجم يسكن لانه فما بيول كامله اللي فيها الفنادق تاع الصحفيين والفنادق تاع اللجنه والمنظمه وفيها الالعاب اللي فيها لي فيلاج اولمبيك الزوز ولا ثلاثه وفيها لي سيت دونترينمون وكومبيتيسيون دونك فما خناق كبير هذاك علاش الصحفيين في العالم كله راهو برشا ناس ما مش ماشي لانه يتكلف عليهم برشا صحيح انا نقول لك يتكلف على صحافي تونسي ماشي عادي تكلف عليه 25,000 دينار تونسي. صعيب برشا باش هذا علاش الناس هربوا. قعدوا شويه كالمصورين اربعه ولا خمسه لان ممكن دخلهم يكون خير من الصحافه المكتوبه والاستشهار اليوم والمستشارين ما عادش ياخذوا الامور هذه دونك صعبت الامور عليهم شويه. صحيح المهم باش يكون فيها ملحق اعلامي باش يكون هذاك علاش سي سلاح بوذينا كلفناه رسميا في اللجنه الاولمبيه حتى لاكريديتاسيون نتاعو باش يكون ملحق اعلامي باش يعطي المعلومه للصحافيين الكل والاعلاميين الكل في تونس. واضح. وانا بطبيعتي موجود في كل وقت كلموني. ان شاء الله. باهي خلينا نكمل باخر سؤال. انت الناس الكل يعرفوك كرة اليد هكا ولا شنو رايك في اللي قاعد صاير اليوم في الجامعه انتخابات والغاء قوائم وعرك انا ماد مانيش مركز على كره اليد لكن قاعد نسمع وقاعد يا ولد ما تنجمش تبعد لا لا ما نجمش قاعد تبع مين يقول مهزله قاعد صاير اللي قاعد صاير مش باهي يا عباد فيقوا يا ناس اللي لاهين بكره اليد فيقوا راهو الكره اليد مشات راهو الكره اليد اليوم عاش مش تقوم لها قيامه عباره عن واحد مريض ميت كلينيكمون في مستشفى ما عادش يقوم حاله واحده ان يقوم بها ان تتلم الناس على طاوله ويقعدوا مع بعضهم سفري فما الكوفيد نجموا حتى بالطرق اخرى نتلقاو ونقعدوا مع بعضنا ونحلوا مشاكلنا ونلموا بعضنا راهو اللي قاعد صاير في كره اليد اليوم راهو عيب 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 وخاصه العيب على الناس اللي تسير حاليا اليوم وقت اللي راه واحد برك يسير في الجامعه ويسير في كره اليد في تونس يطلع اللي يحب يهبط اللي يحب يقصي اللي يحب هذا يراهو ما يخلينا الا نوخروا بتوالي في كره اليد وما عادش تقوم لنا قيام. تيك صحة شكرا ليك سي رضا شرفتنا بحضورك اليوم خليك كلمة ما عرفش نستناو حصيلة باهية إن شاء الله. والله إن شاء الله إن شاء الله تكون فما حصيلة شو باهية معناها مش تكون بروتاتر كيما 2016 ما تقلش على تقلش على 2016 أقل شيء أنا المهم بالنسبة لنا أنه الناس كل تمشي لباس وتروح لباس في الظروف الحالية هذه ماذا بيا الوفد كامل يمشي لباس ويروح لباس وراو من هنا من منبر هذا نقول للوفد كله رياضيين ومسيرين ردوا بالكم على أرواحهم قبل لا تسافروا وغادي راهي اجراءات صعيبه لازم نحافظوا على الناس باش نحافظوا على روحنا. خليك ظهري عندك برشا خدمه السنه فيك اليوم ولا ما تنساش. توا راجع لجنه فيه تحب لي العشره تاع الليل. بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك سري ظهر احنا متواصلين في فاير بلاي حتى للخمسه تاع العشيه بعد شويه باش يكون معنا حمادي الدو مدرب السي اس اس في اول تصريح لي بعد اقالته من مهامه ايضا باش يكون معنا بالتليفون اسامه البوغان بعد تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون ايضا وباش يكون معنا علي عباس نحكيو على ديسيزيون تاع الاستئناف في الكاف بتقليص عقوبة طه ياسين الخنيسي بعام حتى 6 شهور موزيكا وبعد